فضيلة الشيخ، متى يعتبر صيام الصبي، وهل له حد معين ليبدأ صومه؟ الصبي يعتبر صيامه إذا صحت منه الصلاة، وهو المميز. إذا بلغ 7 سنين فإنه يصح منه الصيام والصلاة والعبادات، تكون نافلة له. أما إذا كان دون التمييز ليس فلا يصح منه شيء، لأنه ليس له عقل ولا إرادة ولا نية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لا يكون إلا من المميز والكبير، هو الذي يعقل النية